boqolaal qoys oo ku nool gobolka Banaadir ayaa ka faa'iideystay deeq raashin 4 ah oo ay ugu talagashay dawladda dalka Saudiga oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka tabaaleysan ee ku dhaqan gobolka Banaadir. Wariyahayaga Maxamed Nuur Maxamed Shariifka ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Mid ka mid ah hay'adaha gargaarka ee dalka Saudi Arabia ayaa degmooyinka Shibis, Bondere, Shingani, Cabdicasiis iyo Karan waxa ay ka qaybiyeen raashin cirina oo bisha Ramadaan ay ugu talagashay. Saad Muhanna Al Suwayd oo dowladda Saudi Arabia u qaabilsan gargaarka Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo gaarsiiyeen raashin ay ugu talagaleen bishan soon ilaa 40,000 oo qoysna ay u qaybin doonaan. هي الأرز والسكر والدقيق بزنة 20 كيلو لكل نوع بالإضافة إلى التمر 4 كيلو والحليب 2 كيلو ونص وكذلك العصير 2700 جرام مع الزيت 3 كيلو جرام. صفية الشيخ علي جمعالي قدوميها دقمدة شبس هي قدوميها دقمدة بوندير سينب يوسف ويليه أي أمهات علي دولة السعودية كالمدة أي شعب كصومالية سو غارسيين قبل كبنادر يو شعب كسعود عربية وسو غارسيين ولا لهوت بالرمضان أي تهي وحاندينا جساكم الله خيرا أدي أدي أمهات سيهين تعالك أقوم هذا علينا دولة السعودية شعب كذا إيه دولة ده ده بقى ونو كان تي شن شن بقول أو قيس ما أنت هل كان يعني محاية النوجو كان تي واحد كوافور لهايان أو بيشان رمضان كيكون مودي لهايان ضد أجان له أو وعيل له أو عمارة له أو محام كير هذا عرور له أو باهن أو شقيسن يعني هذا نقوم هذا علينا إلهي محي أجر إيه حسناتها كسيو دولة السعود عربية أي السند والباب بشر رمضان ومدة الصومالية وقيبسة راشين أيكو أفران محمد نور محمد شريفك وربعين تقرنك مقدشو.